لا مزيان ما كاينش الحشوم، كون كاين الحشوم ما نولدوش الاولاد، ولكن هذا الشيء مزيان. مزيان دابا كاش درت شنو كيديروا بهذا الحلو؟ الحلو تاكلوه. شكون كيديه النصارى؟ عندهم النصارى تاكلوه حتى حنا واقيلا غنغلطوا فيه. علاش انت غتاكل؟ اللحم اللحم خير من ديال العجل. ها؟ تاكل بلوط، ياكل فارينه، ياكل القمح، ياكل الشعير. ولي حلال هو؟ تقول غا حلال، الروماني شي شويه تيقولوا مكروه. دابا الروماني هو اللي كيقولوا مكروه؟ اه. بلدي مزيان. اه؟ بلدي مزيان. البلدي فيه فيتامين. ياه. حلو. ياه. اه. زوينه هذه. اه. الفيتامين كيفاش طعم حسن. يلا انده انده الله يسخر صح صح دابا دابا واخا خويا داك راه غيمشي واخا ها راه غيمشي لا لا غير صلح انت غير صلح دابا انت ماشي مشكل ديال اللي يمشي غير صلح هذا من عمل خينا قلم السيد وشي قسم السيد لا ما غاديش يديروا هذه هنا ما نعرفها قريب شنو تما داك الشيء هذيك اه واخا سيدي انا شحال كيقضي واز الوقت دابا الصليح دابا انت مالك شنو هذاك الشيء هذاك هو هذاك الباليسي يمشي بالحلوفه اه قول لي اه شحال كدوز الوقت دابا هنا شحال تقدر دوز في هذا الصليح عندي 30 دقيقه قول لي جوج حلال في 30 دقيقه كضرب فيها 2000 ساعة نضرب فيها 10 ويلي والله اه مزيان إذا كان المضى ومازال غاب واحد صافي هذا اللحم زوين او العجل يا العجل صافي زوين او فيل هنا كيف؟ اه فيل ها؟ وش حلو مزيان هذا تسخن في الليل بزاف واللي غديه الليلة أنت غدي منه شي حاجة؟ لا لا تال من بعد ما غديش منه اليوم أنت كتاكلو هذا؟ إوا إلا عوضوه نطيبو وناكلو كتفورو كتفورو لا اه كدرت الشواء خصني غادي نقددوه واحد ربع يوم ولا خمس ايام تضربوا الشمس شويه الملحة وشويه التحميره عاد نديروه نرقدوه في الحامض الحامض والبزار ايوا هذيك الساعه الشوايه تبات عرقاد الصباح بكري ونصير الحمام صافي مزيان لان هو دابا صحي هو ياك ايوا الله هو اللي صحيح ولكن ربي تيدير السماء للمريض تا يعاونو لا ما مريضش لكن صحيح يخاف اه لا لا ما نرخي عليك لا انا بغيت غير نشد لي واخا يلا ما كنفخوش اش غينفخ هو راه هذاك ما شتيش شي كيدار ليه بغيت نرجع لقدام فين ونمشي اش ما يمشيو بصح غيمشيو غيمشيو قال لك شلنا الجو هنا قال لك البلاصه هذه ما مدخلاش في الكوطو هلا ها ديك سامر ديك سامر خدمو بعند صلاح شنو ما عرف مزيان المفتي سامر مزيان صافي صفا البركة الله يجعل البركة شوف هنا ولا قانون تعاود معاهم الدراري باقيين هنا سميتها مشيت معاهم تعاود شي حاجة غنمشيو معاهم فين فوق